شاركنا في مسابقة اليوم الوطني السعودي على مواقع التواصل الاجتماعي في قصر مكة ريفلز، وتم اختيارنا من ضمن أحد الفائزين. ما توقعت ان الفخامه تكون في الشيال، وكانت ممتازه واحسن شيء من غير ما حتى لو ينزل يصلي جماعه نفس الفندق في نفس الجناح. شعوري رائع وجميل وراحه بالنفس. بالنسبه للعشاء كان ما شاء الله الاصناف كانت كثيره ومتعدده، من مأكولات بحريه، من شرقيه، من تركيه. كانت من أفضل ما يكون، من أفضل جودة ولذيذة بنفسه. والله بالنسبة للفندق هي أفضل فندق، أفخم شيء، لأنها زيارة مستقبلية إن شاء الله.